يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر الأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة من الاجتهادات التي يوافق عليها ابن عمر رضي الله عنه؟ وهل يعد هذا أمرا يعذر فيه بالاجتهاد؟ أولا، ما كان ابن عمر يعمل هذا دائما، وإنما يعمله إذا تحلل من حج أو عمرة من النسك فقط، اجتهادا منه رضي الله عنه، ولم يوافق على هذا. ما كان دائما يتعاهد لحيته حاصرة يضرب عليها حصار ولا يخلي شيء منها يطلع ولا يطول عن القبضة، لا، ما كان ابن عمر يفعل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، لكنهم يحبون الاقتداء بابن عمر ما يوافق أهواءهم، ولا يوافقون ابن عمر على العبادة العظيمة والصيام، وما يقول نبي نقتدي بابن عمر في صلاته وفي صيامه وفي تعبده رضي الله عنه، إنما يأخذون الشيء اللي يوافق هواهم فقط. نعم.